السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لدي هنا خبر مهم وعاجل، أعتقد أنه سيفرح معظم الموظفين. الخبر يقول: صنعاء ترد على تراجع السعودية عن التصعيد الاقتصادي وتضع شرط صرف مرتبات جميع الموظفين شرطا وحيدا لاستئناف تصدير النفط الخام من اليمن. وإلى التفاصيل. ردت سلطة صنعاء على تراجع السعودية عن التصعيد الاقتصادي ضد صنعاء بإيقاف الإجراءات ضد البنوك التجارية، خاصة بعد إطلاق الأمم المتحدة تحذيرا من خطورة ذلك. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في صنعاء محمد الحوثي في تدوينة له على إكس: لا زالت كل الخيارات مطروحة وبجهوزية عالية من قبل القوات المسلحة اليمنية. وكانت السعودية قد أوعزت للمجلس الرئاسي إلغاء إجراءات تصعيدية ضد 6 بنوك تجارية في صنعاء بسبب رفضها الانتقال إلى عدن. وجاء تراجع السعودية بعد تحذير قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لها بأن استهداف البنوك والمدارات والميناء خطوط حمراء لا يمكن القبول بها، واضعا معادلة جديدة مفادها مقابلة كل شيء بمثله: البنوك بالبنوك، ومدار الرياض بمدار صنعاء، والموانئ بالميناء. وكان المبعوث الأممي هانس غروندبيرغ قد حذر يوم أمس الجمعة من الخطوات العدائية الاقتصادية التي اتخذتها حكومة ما يسمى بالشرعية، مؤكدا أنها ستضر بالاقتصاد اليمني وستؤدي إلى تصعيد عسكري خطير ولا تحمد عقباه. وفي سياق آخر، أعلنت حكومة صنعاء شرطاً وحيداً لاستئناف تصدير النفط الخام من اليمن. وقال نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع بحكومة صنعاء العميد عبد الله بن عامر في تدوينة له على إكس: اليوم يطالبون صنعاء بالسماح لهم باستئناف تصدير النفط، وصنعاء أكدت وتؤكد أن تصدير النفط مرتبط بدفع مرتبات الموظفين، مضيفا: لا تصدير إلا بمرتبات الموظفين ومستحقات الجهات الخدمية. وخلص إلى القول: ثروة الشعب للشعب، من صدق الأجنبي وافتعل هذه الأزمة لاستهداف الشعب، ها هي الأزمة تلتف حول عنقه فلا يجد منها مخرجا. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.